لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. نبض حقائق أونلاين. إيطاليا لا يمكن أن يكون التمويل الممنوع لتونس مشروطا لإصلاحات قيس سعيدة، قال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تياني اليوم الاثنين إنه لا يمكن أن يكون التمويل الممنوع لتونس مشروطا بإصلاحات الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت تعاني فيه البلد من أزمة مالية اقتصادية صعبة. وقال تياني في تصريحات لموقع صحفي آلا ماسجيرو الإيطالية أن بلاده ستواصل بذل كل ما في وسعها لدعم تونس اقتصاديا ودعوة الشراكة والأوروبيون للنظر في أزمة هذا البلد العظيم من خلال منظور أفريقي. وأضاف تياني لا يجب أن يكون التمويل مشروطا بإصلاحات الرئيس سعيد، بل يجب أن يوسر جانبا إلى جانب. قدمت إيطاليا بالفعل 10 ملايين يورو وهناك 100 مليون يورو أخرى في الطريق. وتواجه تونس ضغوطا للتواصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي مقابل حزمة إصلاحات جوهرية للاقتصاد.